بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى كوكب المريخ. أشاد جلالة العاهل المفدى بهذا الإنجاز العلمي التاريخي البارز الذي يؤكد على المكانة العالمية الرفيعة لدولة الإمارات وريادتها في مجال علوم واستكشاف الفضاء، مثنيا حفظه الله على جهود الكوادر العلمية الإماراتية في إنجاز هذا المشروع الطموح الذي يعد فخرا للشقيقة دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية ويسهم في خدمة البشرية جمعا. أعرب جلالته عن تمنياته لدولة الإمارات ولشعبها الشقيق بدوام الرفعة والرخاء والتقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة في كافة المجالات. كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ضمنها جلالته خالص تهانيه بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ. أعرب جلالة الملك المفدى عن الاعتزاز بهذا الإنجاز العلمي التاريخي الرفيع الذي حققته دولة الإمارات بسواعد أبنائه والذي يسهم في ترسيخ مكانتها العالمية بين الدول المتقدمة كمركز رائد في قطاع الفضاء، مما يشكل كذلك إنجازا للأمتين العربية والإسلامية وتعزيزا لمسيرة المعرفة العالمية في مجال الفضاء، متمنيا جلالته للشقيقة دولة الإمارات تحقيق المزيد من التطور والريادة والإنجاز في جميع الميادين. كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى كوكب المريخ. أعرب الملك المفدى في البرقية عن تهانيه الخالصة لسموه بنجاح هذا المشروع الكبير الذي حققته دولة الإمارات بجهود كوادرها العلمية الشابة، وأشاد رعاه الله بهذا الإنجاز التاريخي الرائد الذي يعد محطة مهمة في مسيرة الإنجازات العلمية والحضارية لدولة الإمارات بما يمثله من مصدر فخر واعتزاز كبير للعالمين العربي والإسلامي، بما يسهم أيضا في خدمة الإنسانية كافة. تمنى جلالته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والنجاح والازدهار لما فيه خير وصالح شعبها الشقيق.